السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حقيقه اليوم جيتكم بابارتومو زوينه بزاف والموقع ديالها غادي يعجبكم لا محاله، غادي يعجبكم هذا الموقع خصوصا انها جات قريب للمركز التجاري يعني المول. المول على بعد 200 متر من هنايا، كاين بيم وكاين المول وكاين صراحه مجموعه المرافق، كاين ترونسبور، كلشي صراحه قريب لكم بزاف. وثاني حاجه انها جات تقريبا هاد لابارتومون يعني هي دار ار بلس 2، جات تقريبا اون فاس الفيلات يعني على بعد واحد 10 متر من هاد الدوبل فوا هادي، زعما بالحساب 10 متر. حداكم صراحه عده مساجد، كاين سوق وكاين كما قلت لكم المول راه كيبان لي اون فاس معايا من هنايا. والموقع كتشوفوا يعني راه مسجد حتى هو كاين قريب لكم. صراحه الابارتمون رائع بزاف يعني الموقع ما تكلمش عليه. وثاني حاجه هو ان حتى الابارتمون الثمن ديالها زوين ولا فينيسيو واعر بزاف، غادي يعجبكم. بقاو معايا في الفيديو باش نشوفوها. صراحه قبل ما نمشيو نشوفوا الابارتمون، حتى من هاد الشارع هذا اللي كتشوفوه يعني جاي في الخلف ديالها، حتى هو يعني كاين الحوانت كاين لي فارماسي. صراحه قلت لكم كلشي متوفر حداكم. هادشي بالنسبه للموقع، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا الان لابارتمون. بالنسبه خوتي الدار كما شفتوها هي ار بلس 2، مازال فيها السفلي ومازال فيها الدوزيام ايطاج. اما كما شفتوا حي ترونكيل، وشفتوا الحي يعني على مقربه منكم كلشي، يعني الدوبل فوا اللي شفناه هي هذه حداكم، يعني كما شفتوا على بعد 10 متر تخرج لديك الدوبل فوا اللي كنت واقف فيها. مازال فيها السفليه البروميال والدوزيام. هنا غتكون واحد الجريده في المدخل، غتزين هذا المدخل. هذا مدخل ديال هاد الدار هذه اللي هي ار بلس 2، كتكون غير من 3 ديال السكان. الاشاره باقي فيها السفلي، السفلي كيختلف على باقي الشقق. ان السفلي فيه 3 ديال الغرف وصالون وسيجور، لكن انا راه صراحه جاي على اساس نشوف الطابق الثاني. غير بالنسبه للناس اللي باغيين 3 ديال البيوت وباغيين السفلي، هذه صراحه راه زوينه. ولكن كما قلت لكم انا راني طالع نشوف الدوزيام ايطاج، هي اللي جاي صراحه بازي عليها وباغي نصور الفيديو ديالي تما. كما شفتوا الدريجات خفاف. الحاجه اللي ما غنختلفوش عليها كاملين هو ان الار بلس 2، الار بلس 2 يعني الدار اللي فيها غير 3 سكان تكون قلال شويه بالمقارنه مع الار بلس 3 اولا الار بلس 4. بسم الله، المدخل الرئيسي هو هذا. اذا دخلنا درنا مباشره على اليمين ديالنا، تيكون الصالون على اليمين ديالنا وحمام. الصالون ديالها هو هذا، عندكم صراحه سيجور، هادي راه كلها تقريبا نقدر نحسبها انا سيجور، من حتى الغرفه اللي امامي كلها نقدر نحسبها سيجور، يعني كلها تقدروا تخدموا عليها الا كنتوا غتفرجوا مثلا. نقدروا نقول لكم يعني من هنا حتى لهاد الاسباس كامل تقدروا تستغلوه، خصوصا هاد البارتي هادي يعني في صالتها زوينه. شو خوتي كتبان مطلوقة، يعني دار من ناحية الفصالة، فصالة زوينة. سراج كبار، عندكم هنايا حمام، حمام وفاسك. هادي التمن ديال اخوتي 50 مليون، عرض ما غاديش تلقاه ونادرا ما غتلقاه. كونوا واقعيين خصوصا الموقع، وريتكم الموقع كيفاش دار. يعني باش تلقى ابارتومو وحده بكلشي صعيب. شوفوا المطبخ ديالها، حيت هي راه فيها جوج ديال الغرف بعكس السفلي. قلت لكم السفلي راه زايد على هاد لابارتومو بيت، هنا راه كيلقاو غير جوج ديال الغرف وصالون سيجور، صالون سيجور وحمام وبيت، جوج البيوت وواحد فيه بالكون. بالنسبه للمطبخ، يعني المطبخ
المساحة ديالو مزيانة صراحة كافية، يعني تكون انت في المطبخ مرتاح. بالنسبة للسيدات راكم غتكونوا في المطبخ صراحة مرتاحين، يعني المساحة زوينة وتقدر قاعد دير الطويبلة وتجلس وكدا. كاينة المساحة تبارك الله، كل حاجة شادة بلاصتها، كل حاجة محطوطة بعناية، اللوينات زعما ألوان متناسقة. كما قلنا استغلوا الأسيجور والحمام، وعندكم جوج ديال الغرف، جوج ديال الغرف اللي غنشوفوا الآن. هاد الغرفة فيها البالكون، البالكون اللي أمامي، والمساحة كاينة تبارك الله، كاينة المساحة، كاين لي بلاكار، يعني صراحة الخدمة معقولة والثمن معقول، والحي حتى هو صراحة حي، يعني صراحة الحي 10/10 من ناحية الحي. واللي زوين هو انها باقا كاملة صراحة، مولاها يلاه حطها عندنا باقا كاملة مكمولة. اللي بغى السفلية مرحبا، واللي باغي البروميير ولا الدوزيام مرحبا. بالنسبة للبروميير والدوزيام راهم بحال بحال، لاحظتوا هنا كاينة واحد النافذة كتزيد التهوية اكثر للدار. بالنسبة للغرفة الثانية تبارك الله كاينة حتى هي فيها المساحة، كاينة المساحة، جوج الغرف كبار، صالون كبير، السيجور حتى هو مطلوق تبارك الله كبير. لاحظتوا حتى راه المطبخ، شرجم ديال المطبخ، وهنا شرجم ديال الغرفة، يعني دار مهوية زعما صراحة مشمشة مزيان قبلية 10/10. اللي بغى شي وحيده في هادو غير هي الاشاره ان السفلي زايد على هادو بجوج المليون، يعني السفلي 52، لي زابارتومون 50 مليون. بغيتي البروميير ولا الدوزيام مرحبا، ما كاينش مشكل. هادشي اللي كان الاخوان الكرام، مدينه القنيطره، تجزئه اليونس. كنتمنى نشوف التعليقات ديالكم، نشوف الاراء ديالكم، ونخليكم ان شاء الله الى فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجوا يشوفوها بعينهم مرحبا، شوفوا ان شاء الله فيديو مقبل، ونلقاو لكم شي ابارطمون احسن من هذه ان شاء الله. والى اللقاء.